أنا عطول بعاملك بطريقة بشعة ما حدا ممكن يتحملها، وطول الوقت كنت بهدلك كمان، بس أنتي عملتي شغلات منيحة كرمال كريتيكا، أنقذتي سمعتها وحميتيها من الخطر كمان، واليوم أنتي محبوسة وعم تحاولي تحمي بنتي، لهيك ما كان لازم أتصرف معك بهالطريقة. أنتي عملتي شغلات كتير كرمالنا. أنا آسفة بنتي. إذا بتريدي لا تحكي هيك بريتا. أنا كمان آسفة لأني خلفت بوعدي لإلك، طلبتي مني خبي السر ومع هيك رحت وحكيت، بس ما تحملت شوفك عم تتعذب فاضطريت أحكي لهم كل شيء. بس أنا ما كنت هون لحالي، كاران كان على طول معي، مع أنه ما زارني ولا مرة، بس هو كان موجود معي طول المدة اللي أنا محبوسة فيها. هو عمل كل شيء بيقدر عليه، وكمان بتعرفوا شغلة؟ عمي ماهيش إجا وزارني هون بالسجن، مع أنه في شغلات كثير عمي ماهيش ما كان هو متذكرها ولا بأي شكل، بس اتذكر أني بنته وقال لي أنه هو معي كمان واقف جنبي. أنتوا بتعرفوا أنه كلامه شجعني كثير وحسيت أني بأمان كبير، وأمي كمان دعمتني، يعني أهلي معي بكل خطوة كمان. لهيك إذا بتريدي لا تعتذري مني، مو ذنبك هذا الشيء اللي صار. أما بخصوص سمعة العيلة، فبما أني واحدة من عيلة لوترا فكمان أنا من واجبي أني واقف مع عيلتي وأحميهم. عمتي أنا متأكدة أنه لو كنتي محلي كنت عملتي نفس الشيء مع عيلتك، مو هيك؟ إذا بتريدي من بعد هلأ لا تشكريني أو تعتذري مني أبدا، أنا بعرف عيلتي بشكل كتير منيح، مع أنه نفهم الأمور بطريقة مختلفة وردات فعلنا بتكون مختلفة كتير كمان، بس ما في عنا أي شيء ضد بعض، ما في غير المحبة، هي موجودة بقلوبنا. وأخيراً أنا عرفت قديش عيلتنا بتهمك كتير يا بنتي، على طول أنتي بتفكري وبتهتمي فينا كمان. وقت بنتي كريتيكا كانت بحاجة للمساعدة، أنتي حميتيها ووقفتي جنبها بهالمحنة وساعدتيها بدون تردد. أنتي أنقذتي سمعة بنتي يا بريتا، لو أنتي ما ساعدتيها عن جد ما بعرف شو كان رح يصير فيها، عملتي شي كتير كبير معها، وبسبب بنتي كريتيكا أنتي بهي الحالة. أنا عن جد آسفة كتير بريتا. عمتي كارينا أنا عملت واجبي، إذا بتريدي لا تعتذري مني بقى، ويعني ما رح ضل بهذا السجن على طول، وكاران رح يطالعني من هون، أكيد رح يطالعني، ما تخافي علي.